كانت مثلا انتاجيه، حتى احنا ناخذ هذا الموضوع ان الانتاجيه منخفضه. دكتور السبب الرئيسي كان صحه الانسان يعني عدم معرفه الاستخدام في الصوره الصحيحه كان الجانب الصحي. ايضا نرجع للبلاستيكيه الكبيره توفق تعدل هذه وفق العنوان اللي راح عندك هنا في السطر الرابع مجالات البحث عدل مجالات المعرفه باجراءات المكافحه وشيل كلمه معرفه بين الاقواس. يعني الدرجه اللي تحصل 20 هاي سهله جدا وداعي. هسه انت هذا القيم كاتب رقم الفقره السهوله والصعوبه. زين القيم فيها سهوله وصعوبه. عدد الفقرات تعتمد على الوزن المئوي. الوزن المئوي الخبراء يعطونك اياه. سمعت واحد عن خبراء يقول لك ايش قد وزن الوزن المئوي للمحور هذا؟ يقول لك اليوم. عرفوا المعادله اللي انت تفضلت. يعني بشنو؟ مسافه بشنو هذه القياسات اللي تصير فيها خبراء؟ لو تشيل فرد مره التأليف ما له داعي. تعريف ما راح يرد لك شيء عندي. هو دكتور شاحب صفحه رقم 2 هذه النقاط اللي تخليها الشيخ ساحب يعني رقم واحد مو فقط بس كذا المعلنيه المبحث الأول أو الفصل الأول صفحة رقم واحد هنا عندك الأمور اللي تحت لو شبكة تنتقل هذا يعني اكو مصادر عندنا يهدف البحث هو كما البحث يقول هدف البحث هدف يعني وأنت حصلت النتائج مالتك جبت هاي النتائج اكو تكرار مستوى المعرفة وبعدين ترجع تكرر مستوى المعرفة هو مستخلص أي مصطلحات مكررة مرة كثير مكافحة ما أنا طالب الماسية المهدي نجم حيت في قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي كليتنا الموسومة معرفة زراعة الخضر المحمية في البيوت البلاستيكية الكبيرة والطرق السليمة لمكافحة الآفات الزراعية في محافظة بابل. في تمام الساعة 9 صباحا من يوم الخميس الموافق 11/6/2020 وعلى قاعة المرحوم الدكتور رمضان أحمد الطيب وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من قبل الطالب واستخدامه المراجع ودفاعه عن رسالته وأسلوب بحثه والنتائج التي توصل إليها وعليه قررت اللجنة ما يلي قبول الرسالة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في علوم الإرشاد الزراعي بعد إجراء بعض التعديلات عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر وطبعا تم اجراء بعض التعديلات على العنوان وتحول الى مستوى معارف زراع الخضر في البيوت البلاستيكيه القياسيه بالطريقه الصحيحه مكافحه الافات الزراعيه في محافظه طابق وسيكلم استاذ